يا صباح الخير، يا صباح السعادة، يا صباح التفاؤل على كل أمهات الكون. يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم استشارة أم، هكون معاكم فيها أنا رانيا جمال، وهنتكلم عن كل ما يخص الطفل. وزي ما عودناكم كل ما يخص الطفل دي حاجات مهمة، من أصغر حاجة لأكبر حاجة بتهم الأم جدا، وبتبقى مش عارفة تعمل إيه في كل حاجة بتقابلها في حياتها. مع الأطفال بالذات كل حاجة مهمة، وكل حاجة لازم تتعاملي معاها بدقة، وانت سألة استشاري فاهم في المجال، عارف يقولك تعملي ايه. جالنا اسئلة كتيرة قوي على صفحتنا على فيسبوك بتقول انا مش عارفة اربي قوي ابني، انا حاسة ان انا بربي وبعمل طاقة وبعمل مجهود كتير جدا معاه ومش عارفة اوصل لحل. بخرج بيه بيعمل حاجات كتيرة جدا في الشارع، بيكسر، بيعلي صوته كتير، بيصرخ، بيصوت، لازم نعمله اللي هو عايزه يا اما بلاش. طب نعمل ايه؟ نعمل ايه دي كلمة اغلب الامهات بتقولها من اول الطفل ما بيكون عنده اوقات سنة، يعني من اول سنة ممكن يكون الطفل بيبدأ يعند، ولو سنتين بيزيد العناد اكتر، وبيزيد معاه الصريخ والصويت، وبيزيد معاه عصبية الام، وبيزيد معاه انا عايزة اعاقب ابني. اعاقبه ازاي؟ طب قبل ما اعاقبه اعمل ايه؟ اوجهه الاول؟ طب اقول له يعمل غلط يعمل صح، يعني ده غلط وده صح، يعمل ايه عشان ابدأ اعاقب صح وده ما يأثرش على نفسية ابني، وابني يكون قدم مسؤولية وعارف اللي هو بيعمله ده ليه عواقب بعد كده. اعمل ايه عشان ابني يتعاقب صح وما أثرش على نفسيته؟ ده اللي هنتكلم فيه بعد الفاصل مع استشارية الاستشاري اللي هيكون معانا النهاردة دكتورة أمنية عبد الرازق، اللي هتكلمنا عن كل ما يخص تعديل سلوك الطفل من خلال العقاب. كل أم عايزة تشوف ابنها يتعاقب ازاي ويتربى صح ازاي ويكون مسؤول عن كل تصرفاته. خليكم معانا، هنكون معاكم بعد الفاصل، استنونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين حلقتنا، وبنتكلم النهاردة عن تعديل سلوك الطفل من خلال العقاب. هل دي حاجة نقدر نعملها وما نأثرش على نفسية الطفل؟ نعاقب ازاي؟ نعمل ايه؟ كل ده هتجاوبنا عليه اخصائيه تعديل السلوك دكتور امنيه عبد الرازق اللي موجوده معايا النهارده. منوراني. منوره يا دكتور، برحب بحضرتك. يعني عامله ايه؟ الحمد لله. دكتور، زي ما قلت في المقدمه ان امهات كتيره جدا جدا بتبقى مش عارفه تعمل ايه وتعاقب ازاي، وقبل ما اعاقب بقى اعمل ايه؟ طيب خلينا في البدايه خالص، انا بعاقب ليه اصلا؟ بعاقب عشان سلوكيات خطا، تمام كده؟ طب السلوكيات الخطا دي جت منين؟ وانا سمحت ان السلوكيات دي تتكرر ازاي؟ تعالي ناخد الطفل كده اول ما بيتولد، لما بيبدا ان هو يحبو ويبدا ان هو يدخل في مرحله السنه والسنه ونص ومرحله بقى الاستكشاف والاستقلاليه، بتلاقي الطفل عايز ياكل لوحده، يشرب لوحده، عاوز يشبع احتياج عنده اسمه الاحتياج الى الاستقلاليه. الاستقلاليه ان الطفل عاوز يحس ان هو بيعمل كل حاجه لوحده وعايز يستكشف كمان كل حاجه. يا دكتور دي مرحله مهمه جدا، على كل حاجه ويلعب بكل حاجه، وهيبدا في 3 سنين يسالك هي دي ايه، دي بتعمل ايه، طب وده عشان ايه، بتفضلي ده ليه وده ايه، كتير جدا مش الام مش بتخلص منه. فالام دايما بقول قدامها حاجتين، يا اما هتشبع الجانب ده ومش هيبقى فيه اي سلوكيات تحتاج انها تسال اي حد، تمام كده، يا اما بالتالي لو هي ما اشبعتش الحاجه الاستقلاليه او الحاجه للاستكشاف، فبالتالي هنا بتدخل في سكك مش لطيفه خالص، ان هي اصلا بتخلق طفل عنده سلوكيات سلبيه كتير جدا. هو هيعند معاها، يعني هو هيعند معاها طبيعي. بالظبط كده. هي بيقول لك يا مامي انا عايز استكشف الميه والعب بالميه، يعني اعملي حاجه، حطي له مفرش بقى، يعني هي دي الفكره. او الواحد عايز ياكل لوحده تقول له لا علشان هدومك انا لسه غاسله كتير، فمش لسه هقعد اغسل كل شويه، فلا. فانا المفروض الطفل ده اكون دايما بنصح الامهات بان هم يقراوا خصائص واحتياجات الطفل في المراحل المبكره دي. الطفل في السنه دي المفروض بيكون بيعمل ايه واشبع له الحاجه ديت ازاي. يعني هو مثلا الطفل اتاخر في الكلام هعرف ازاي، اتاخر في المشي هعرف ازاي، الطفل مش عارف يمسك حاجه هعرف ازاي. فلازم ان انا اكون قارئه كويس جدا في خصائص واحتياجات الطفوله في اول 6 سنين. طيب هنا الطفل لما بخليه ان هو بمنعه ان هو يمسك الحاجه ويستكشف وكده واقعد اقول له لا، لما بقول للطفل لا اولا بنشئ حاجتين، كلمه لا دي تبقى دايما على لسان الطفل، هي اول كلمه بيقولها الاطفال اول ما ينطقوا لا، او لو ام معوداه على الانجليش وكده يقول لك نو يا مامي. بالظبط. ليه بقى؟ عشان الام اصلا هي عودته على كده. يعني دايما لما بيجي لي استشاره الام مثلا تقول لي انا ابني عنيدي جدا او ابني عصبي، اول سؤال بساله لها حضرتك بتتعاملي معاه ازاي في البيت؟
بابا بيتعامل معاه ازاي في البيت. بالظبط يا دكتور، خلينا نرجع بقى للحته دي. السلوكيات بقى حصلت في البدايه نعدلها ازاي بقى؟ اعمل ايه يعني في البدايه خالص؟ اتكلم مع طفلي ازاي؟ اعمل ايه عشان اعدي بيه قبل ما ابدا بالعقاب؟ طيب حلو، اولا لازم خلق جو فيه حوار ومناقشه مع الطفل. تمام. هتقولي لي يعني هتكلم مع طفل 3 4 سنين هيفهمني؟ اه الطفل هيفهم كويس جدا. لو انا نزلت بمستواه، مستوى عقله ومستوى سنه، بدات افهمه لا دي غلط، دي مش هنعملها عشان كذا. طيب ببدا ان انا بحذره عن طريق الحاجه دي. في سلوكيات لازم تجاهل، ان انا اعمل نفسي كاني مش واخده بالي، وفي سلوكيات، وطبعا التجاهل مش في كل حاجه، ما ينفعش مثلا الطفل رايح يمسك فيشه الكهرباء اتجاهل، يعني اي حاجه ضاره جدا، فيشه، سكينه، التجاهل نار، إيه؟ الحاجات دي ما ينفعش تتجاهل. لا طبعا، عشان الام تاخد بالها، مش طبعًا كل حاجه بتتجاهل. ممكن يعني ممكن نستخدم هنا اسلوب الالهاء، ان انا الهي الطفل في اي حاجه ثانيه، ان انا اقول له طب ايه رايك تعالى نعمل كذا واشيله كذا. وبرده لازم اعرفه ان الشيء ده اللي هو هيعمله كان غلط ليه، او هو ده ليه. طب ممكن انا من ورايا يجي يمسك الحاجه دي او يلعب بالحاجه دي، فلا هو يكون عارف ان انا بمثل له، لو دي مثلا نار او دي حاجه سخنه بجيب ايده كده اقربها له من المصدر ده واحسسه بالحراره بتاعها عشان يعرف ان دي خطر بالنسبه له. اوري له مثلا فيديو ده اقول له دي هتعورنا، دي هتعمل لنا كذا. لازم ان انا انزل بمستوى عقل الطفل، ان انا افهمه، لازم اعرفه ليه، يعني يعرفوا النتيجه اللي هتحصل من الفعل اللي هو عشان عمله. عشان كده بنقول ايه بقى، احنا ما بنستخدمش سياسه العقاب، احنا بنستخدم سياسه العواقب. بالظبط يا دكتور، كبير. دي كلمه مهمه جدا جدا جدا، في فرق كبير. ان انا ازاي احسسه بقى ان هو عنده عواقب للامر، يعني انت عملت حاجه وليها بعد كده عواقب، انت هتعمل فيها ايه؟ يا فرحتي ان انا عماله اعاقب الطفل، اعاقبه وده غلط وده صح، ومش هو مش عارف ده غلط ليه وده صح ليه. هو الست سنين الاولى في مرحله الطفل انا بشكل شخصيته، انا لازم اشكل شخصيته بطريقه ايجابيه، مش بالضرب والعصبيه والزعيق، ولكن ان انا بقول له مثلا ده غلط ليه، احنا المفروض ان احنا مش هنروح في كذا ليه، مش هنعمل كذا ليه. دايما سؤال ليه لازم انا اشبعه للطفل. لازم اسئلته كلها اجاوبها ليه، عشان ما ادخلش بعد كده في مرحله العند اللي ما بتخلص. يعني انا بشوف اطفال بيوصلوا ل10 سنين بسبب ان الام ما تعاملتش كويس مع الاولاد، ف اوريدي خلاص هو سلوكهم بقى كده. هو اوريدي بقى طبعا يبقى فيه موديفاينج او تعديل في السلوكيات دي، بس برضو يعني بس بيبقى تعديل صعب طبعا. نحلم يعني لما اسيبه 6 سنين واجي اعدل، هو مش يعني مش ماساه، وهينفع يتعدل عشان بس ما حدش ياخد كلامي من الامهات بطريقه ان هو انا ابني كبر. مفيش حد بيكبر على انه يعني يتعدل، الكبار نفسهم ولا سلوكه يتعدل، في تغييرات وفي تعديلات تحصل في سلوكياتنا احنا كبشر عموما. طيب تعالي ندخل بقى في العقاب بقى يا دكتور، العواقب. العواقب بقى، انا ابني مثلا شخبط على الحيطه تمام، وقلت لا وقلت غلط وقلت ما ينفعش كتير جدا، انا قلت واتكلمت وفهمت ليه، اخليه بقى يجي يعمل يمسح الحاجه اللي هو عملها. تمام، مش انا اللي هعمل، يعني احسسه بمسؤوليته ان في حاجه انت عملتها ولازم تتصلح بيك. ليه بقى هنا بقى؟ ايوه بالظبط. ليه بقى هنا بقى بشبع عند الطفل حته تحمل المسؤوليه، انا عملت الشيء ده يبقى انا اللي ايه، انا اللي هصلحه. زي بالظبط لما الام مثلا تقول لي ابني بيكسر الالعاب كلها، اللي هو السن ما بعد ال7 سنوات، اقول لها ايه، خليه يحوش من مصروفه ويشتري الحاجه مثلا اللي هو كسرها، او يعمل الحاجه اللي هو كسرها، او يجيب حاجه شبهها حتى. ليه؟ هنا الطفل مش بيبقى عنده بقى سلوك الهمجيه او سلوك الانانيه. فانا هنا بخلق طفل سوي نفسيا وسوي سلوكيا، مش ان انا اخليه يرمي الحاجه وكده خلاص، وانا كماما انا اللي هعمل الحاجه بداله. لا، خليه تعالى احنا هننظف الحاجه اللي احنا عملناها. وفي يا دكتور كمان بيقولوا نديله بديل، اقول له انت عملت مثلا ده غلط ووسخ الحيطه وخليها مش نظيفه، بس تعالى لون هنا في الورقه دي. بالزبط. يعني اديله بديل عشان يبقى، ما هو الطفل ليه بيشخبط على الحيطه؟ هو عنده موهبه عاوز يعملها. لا، احنا مش هنشخبط هنا، شايف عشان دي شكلها حلو، انما احنا كده خليناها شكلها مش حلو. اجيب له مثلا اللوحه او احط له لوحه على الحيطه واقول له ان احنا بنرسم على الورقه. لازم ان انا افهم الطفل دي ايه وده ليه، يعني لازم. هو دي حاجات من الاي بي سي تربيه، ان انا لازم افهم طفلي احنا نعمل ايه فين وامتى وليه. طب يا دكتور انا هفهم طفلي من اول امتى؟ من اول سن قد ايه؟ ده سؤال لكل الامهات. من اول ابني سنه ونص هيفهم؟ بيحبوا من اول، بيفهم. ايوه، ما هو ده ام كاتبه كده اصلا على الفيسبوك عندنا. أهو. ده ابني سنه ونص وبيكسر وبيبوظ حاجات كتير، هل بيفهم اصلا حاجه زي كده؟ وده السؤال اللي كنت عايز اسالك عليه. بيفهم من سن قد ايه؟ الطفل الاطفال بيفهموا كل حاجه. الدليل على كده ان هو لما بيعيط مخصوص عشان مامته تعمله اللي هو عاوزاه. صح كده؟ يعني
الطفل اللي مامته معوداه ان هو لما يعيط تعمله الحاجه اللي هو عايزاه، بيبدا ياخد تحط في دماغه دي نقطه ضعفها، فانا هعمل ايه؟ هفضل اعيط واصرخ وازن عشان تعمل الحاجه اللي هي عايزاه. صح، فالطفل بياخدوها اصلا كنقطه ضعف على الام ونقطه ضغط عليها. وبعدين انا الطفل بصوت اللي بصرخ بيرمي الحاجه، يعني بعمل حاجات معينه عشان ماما تعمل اللي انا عايزه. هو في حاجه، هو الطفل اصلا اللي بيرمي الحاجه والحاجات دي ليه؟ عشان يشد الانتباه اكيد، يا اما شد الانتباه، يا اما هو بيشوف السلوكيات دي في البيت. اه يا مامته تمام. عصبيه، باباه بيضرب مامته، او في نوع من انواع العصبيه موجوده في البيت، او وحتى يا دكتور بيتفرج لو على مفيش حاجات عصبيه في كده. البيت، حتى لو مفيش عصبيه في البيت، انت بتلاقي اصلا على اليوتيوب وعلى الحاجات ما هو دي في لسه ناس كنت كتير بقول لك قوي ايه، من الاطفال بيعملوا فيديوهات ما ينفعش تتعمل، يعني ما ما انا ينفعش لسه حد بقول يبص عليها. لحضرتك ايه، يا اما بيتفرج على حاجه كده. اه احنا بالظبط. اصلا او من قبل سن، يعني قبل 3 سنين ما ينفعش الطفل يتفرج على يوتيوب والكلام ده كله، ليه؟ لانه بيبقى اكثر عرضه ان هو يدخل في الاي دي اتش دي والاوتيزم، فرط الحركه التوحد او والحاجات فرط دي. الحركه وتشتت الانتباه والتوحد. فلا طبعا من بعد 3 سنين انا بمسكه التليفون وحاجات معينه، حاجات هادفه نص ساعه خلال اليوم كله، مش ال 24 ساعه. يعني انا بيجي لي بابا تقول لي ده هو ماسك التليفون طول النهار، احنا كده بندمر اولادنا. يعني نصيحتي في حته ماسك التليفون دي ان احنا ننظم لهم اليوم بتاعهم. طفلي يبقى صاحي من النوم عارف ان انا ورايا ايه، هعمل ايه، هاجي من المدرسه هعمل كذا، هلعب في الوقت ده، هعمل الواجب في الوقت ده، هاكل في الوقت ده. اديله التليفون بس بنسب معينه عن طريق حاجه اسمها التقنين، ان انا اقنن الاوقات اللي هيمسك فيها التليفون. دي حاجه عشان بس انا ما اعرفش الحلقه هتخلص امتى، فدي حاجه مهمه جدا. لا هي فعلا حاجه مهمه جدا احنا ننوه عنها، فكره ان الطفل بيبقى معرض كتير جدا لاشياء سلبيه جدا على السوشيال ميديا وعلى اليوتيوب وعلى الحاجات دي. في حاجات مفيده وفي حاجات ضاره وتضرهم جدا. دكتور كنت حابه اكلم حضرتك في التدريج في العقاب. في امهات كتير بتبدا بالعقاب الاوفر، العقاب القوي قوي على الطفل، سواء ينفع لسنه او ما ينفعش. تبدا عقاب زي ايه؟ بالضرب عقاب جسدي؟ بالصريخ، ضرب وصريخ، وبعد كده هتعمل ايه؟ اولا انا بدل وصلت الليفل زي ما بيسموه الليفل الوحش اللي هو بتاع الضرب ده، انا خلاص كده، انا كده بنشئ مريض نفسي. لا يا دي دكتور، لا يا مقوله دكتور اسمحي لي هقول اسمحي لي، لحضرتك انا على عايزه حاجه. اللي خلاص اتعود على الضرب او اللي اتعود على الصريخ، اقول له ان في امل. يعني انا عايزه اقول له ان في امل ويقدر يعدل السلوك. في امل لو انا عدلت انا كماما معاه. تمام، حلو كده. لو انا عدلت من اسلوبي، الطفل اصلا لما بيتعود على اسلوب التربيه بالضرب والصريخ، لما بيشوف مامته بتحضنه وتفهمه، هو اصلا بيتفاجئ. بيتفاجئ بيتفاجئ. وعن تجربه مع امهات كتيره جدا، طفل بيقول لا ايه ده، مين دي، في كان في هنا ساحره شريره، راحت فين؟ بجد والله هما بيستغربوا وبيبقوا متفاجئين جدا جدا ان ماما تحولت 180 درجه. طب ايه يا دكتور اساليب العقاب؟ يعني يعني اعاقب ازاي بقى؟ يعني غير حلو. ان انا اقول له يعني عواقب الموضوع، بس عاقب بجد ازاي؟ اول حاجه اسلوب التجاهل، وده لما الطفل بيعمل سلوكيات بسيطه زي سلوك الزن او كثره الكلام. في ممكن بنسميها بالبلدي او في ما بيننا كده النوتي تشير، وهو اسمه تايم اوت او الوقت المستقطع بالطريقه العلميه. ده ان انا بقعد الطفل على كرسي بعيد شويه. هو التكنيك بتاعه ان انا بقعد الطفل في كرسي بعيد، مثلا ما يكونش فيه حواليه اي العاب ولا مشتتات او حاجات هو بيحبها. ومثلا لو هو 3 سنوات فببدا ان انا اعاقبه 3 دقائق، 4 سنوات 4 دقائق، وهكذا. حسب السن ولكن بعاقب الطفل انا في التايم اوت ده اللي هو ولكن انا ببعده ليه شويه. وجهه نظر في حته التايم اوت، الوقت ده لازم نستغل الطفل ان هو يعمل حاجه. يعني مثلا طفل عندي 3 سنين، طيب ال3 سنين ده هو اصلا ايه الحاجات اللي لازم انميها له؟ مثلا الانتباه، مثلا الاسترسال. اقول له مثلا اجيب له الساعه الرمليه صغننه كده، بتتباع في المكتبات صغننه كده، واقول له لما هتوصل لمرحله مثلا معينه انت كده خلصت عقابك. هو كده بقى هيركز وهينتبه ويحس انه بيعمل حاجه تانيه. بالظبط. انا دايما بحب ان انا وقت العقاب الطفل يستفاد منه، مش ان هو يتعاقب بس، لا ده يتعاقب اللي هو اللي يحس كمان بالمسؤوليه او يحس بقيمه اللي عمله، بالظبط. وفي نفس الوقت هيستفاد من الشيء ده. او ان انا اجيب له الساعه مثلا واقول له، يا الطفل في قبل 6 سنين مش بيبقى مفهومه في الساعه قوي، فاقول له مثلا هو هنا الشرطه دي او العقرب ده على نمبر 3 مثلا، لما هتبقى عند 5 او لما تبقى عند 4 انت هتبقى كده انت كده خلصت خلصت العقاب. العقاب. فهو هيفضل بقى ايه، مترقب جدا الحته طب يا دكتور دي. انا فهمه ان كده ده عقاب، طبعا افهمه انت ان ده انت عقاب وان قاعد انت هنا. عملت كده عشان عملت حاجه غلط، واناقشه في الموضوع ده امتى؟ يعني وهو بعد وهو بيعمل الحاجه اقعد الومه، ولا بعد الحاجه ما مش تخلص؟ بلوم، ولكن انا بفهمه احنا اتفقنا ان احنا مش هنعمل كذا واحنا عملنا كذا، لذلك احنا
هنروح هنقعد على الكرسي بتاعنا او كده. في حاجه مهمه جدا بقى لازم، ودي بنصح كل الامهات تعملها، ودي مجربه مع حالات واستشارات كتيره جدا وجايبه نتائج في موضوع قولي لنا يا النقاب. دكتور، قولي لنا بسرعه، قولي لنا بسرعه. بص، كنت بقول في البدايه ان السلوك بتاع الطفل بيبقى اساسه مين؟ البيت، صح كده؟ الام، الام او الاب. طيب الام اما بتضرب يا اما بتصرخ يا اما بتعمل حاجات مش لطيفه قدام الطفل، فالطفل بيتعلم منها. تمام. الطفل دلوقتي يتعلم منها خلاص، بقى بيعمل السلوك ده. فانا بطبق الطريقه دي ان الطفل بيعاقب مامته ومامته بتعاقب الطفل. الاطفال بقى بصي بيحبوا جدا جدا حته اللي هي رول بلاينج او لعب الدور دي. حته القط والفار وتحول لا الدور، يعني ان أيوة هو الام تحول تاخد الدور مكاني وانا كده مكان مامي، فانا كده كبير، بالظبط. فانا كده مستقل، انا كده حد. واو. هيعملوها ازاي بقى؟ هنجيب جدول، هنحط كذا ورقه، ورقه مثلا لمحمد، ورقه لجودي، ورقه لماما، ورقه لبابا. حلو كده. وهنعلق الورق ده في منطقه مثلا في الصاله او في يعني في حتى مكان، يعني مكان ظاهر، مكان مكان ظاهر ظاهر تبقى كبيره لعينيهم. كده. وهنقسم الورقه دي على ايام الاسبوع، سبت حد وهكذا. تمام. طيب ماما ضربتني، فهروح احط لها ايه؟ غلط. هاتي يا ماما بعد اذنك القلم وهروح احط لك غلط. طيب انت عملت حاجه غلط، او ان احنا طبعا نبهنا، ما ينفعش ان انا اعاقب الطفل دايركت كده، ده لازم يبقى فيه تنبيه. تنبيه وتوجيه ده هي وارشاد. احنا اوريدي خلاص احنا خلصنا المراحل دي الاول. تخطينا المرحله دي، بدخل في التحذير هي مرتين، احنا مش هنعمل كده تاني بعد اذنك، مره تانية بعد اذنك، احنا لو عملنا كده تاني هيبقى فيه كذا، او احط لك مثلا بالظبط غلط في بالظبط. الجدول. لو عملها تالت بقى خلاص انا اوريدي بطبق البتاع العقاب. العقاب، بطبق الحاجه اللي احنا اتفقنا عليها. وطبعا ما برجعش خالص في كلامي، الجدول ده بحط صح او غلط، الطفل عمل كام صح وكام غلط. حلو كده. فالاطفال هنا بيحبوا حته الايه، الرول بلاينج، ان هم يروحوا يحطوا باباهم او مامتهم لما يزعقوا او يعملوا حاجات تضايقهم غلط. فالموضوع بيتقلب في الاخر بايه، بحاجة لطيفة. فالطفل يبدأ ان هو كل لما هيجي يضايق مامته او هيعمل حاجة مش لطيفة هيفتكر ان طب يا في دكتور، صح وغلط. عايزين يعني اسمحي لي، لو الام قلبها كده ما بيجيبهاش تعاقب والطفل اتدلع زياده، تبدا عادي من اول وجديد ان هي تبدا تعاقب ويعني تفهمه الصح والغلط، كل بالتدريج الحاجات دي عشان عادي؟ ما يتفاجئش، ما يحصلوش صدمة كده. انا اتعرض عليا كتير جدا حالات الاطفال اللي هم عندهم دلع زائد من الام، اللي هي تقول لي ده هو كيوت مش هقدر ان انا اعاقبه. طيب حلو قوي. فالطفل لما انا عاقبته على طول او الضرب او كده، الطفل اسمحي لي بيحصل يا له دكتور، صدمه. وقت الحلقه خلص للاسف، وكان في اسئله كتيره جدا 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 عايزين نسالها، وازاي اوكي. نعاقب اطفالنا وكل الكلام ده. يعني افهموا اطفالكم الاول، حبوهم وطبطبوا عليهم واحضنوهم كتير وتناقشوا معاهم ووجهوهم، يعني ارشدوهم للصح الاول وفهموهم ده غلط وده صح ليه قبل ما تعاقبوهم. ولما تيجوا تعاقبوا اعرفوا ان انتوا بتعاقبوهم عشان يحسوا بالمسؤوليه ويحسوا ان هم قد اللي هم عملوه. لما يكبروا اي حد يقول لهم اي حاجه يحسوا ان هم ده ليه تاثير عليهم ويقدروا يواجهوا التاثير ده ويتعاملوا بيه صح. انتوا بتعاقبوا عشان تربوا جيل سوي. كافئوا الاول، امدحوا الاول، حبوا الاول، وبعد كده ابداوا بالعقاب. شكرا ليك يا دكتور، نورتينا. دكتور امنيه عبد الرازق كانت معانا النهارده، استشاري تعديل السلوك، نورتينا. وهنكون معاكم في حلقه قادمه ان شاء الله. اشوفكم بالف خير وسعاده، وكل امهات مصر بالف خير.